السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قصة الشيخ عقيل بن مجلاد شيخ الدهامشة من قبيلة عنزة. كانت الدهامشة بقيادة شيخ أم عقيل بن راكان المجلاد في نجد، وكانت نجد وقتها قد أمحلت، فرحلوا الدهامشة إلى الشام يبحثون عن المراعي والأمطار، فاستقروا قرب قرية اسمها سلميا بالشام. كانت هذه القرية مسيحية. بعد فترة قاموا يضربون النواقيس، نواقيس الكنائس، فاجفلت الأدباش. فاستغرب الشيخ يعني جفلة الإبل والأغنام، فاستدعى كبار هذه القرية يسألهم عن هذه الأصوات النواقيس، فقالوا هذه أجراس نضربها إيذانا يعني بدخول صلاة المسيحيين عشان يجتمعون أهل القرية ويصلون صلاة المسيحيين. فقال الشيخ الدين عند الله واحد وهو الإسلام، ولازم تدخلون بالإسلام. فرفضوا يدخلون، قالوا هذا ديننا المسيحية. فقال لهم يا تدخلون بالإسلام ولا بيننا وبينكم السيف. فعرضوا على الشيخ الجزية، قالوا نعطيك يا شيخ الجزية ولا راح ونبقى على ديننا المسيحية. فرفض الشيخ، فخافوا، شافوا جماعة الشيخ كثيرين، فدخل بقلوبهم الخوف، والبعض منهم فعلا أسلم عن اقتناع. فبنى لهم الشيخ مسجد قرب بيته، كان بيته بيت شعر طبعا طرف القرية، وأهل القرية حاضرة وهم بادية، فبنى لهم مسجد من حجر يصلون فيه الصلوات الخمس. فقاموا يصلون بالمسجد، وبعد الصلوات يروحون يعني بيت الشيخ وجماعته يتقهون ويسمعون القصائد والقصص والأخبار وبعض السوالف. فاقتنع بعض منهم بالدين الإسلامي وحسن أخلاق المسلمين، فدخلوا بالإسلام، والبعض بقي على دينه تظاهرا يعني حتى تنجلي هذه الغمة عنهم. فجلسوا لمدة عام كامل لم تضرب النواقيس في هذه القرية. بعدها رحل الشيخ وجماعة الدهامشة عن هذه القرية، وقد أسلم منهم من أسلم. والشيخ عقيل بن مجلاد رحمه الله توفي وهو صغير، توفي عمره 26 سنة تقريبا، وكان شجاعا مهابا وله بعض المعارك، وقتل العديد من الشيوخ كما ذكرت في المصادر والروايات الشفوية. بعد ما توفي الشيخ عقيل بن مجلاد، قام واحد من هذه القرية اللي أسلموا وحج عن الشيخ عقيل بن مجلاد رحمهم الله جميعا، لما رآه من صفات حسنة ومن سماحة الدين الإسلامي. وهذه مفخرة لهذه القبيلة والقبائل العربية والمسلمين عامة، وهي من ذكر محاسن الموتى رحم الله الشيخ عقيل بن مجلاد وغفر ذنوبه. وفي هذه القصة قصيدتين، قصيدة للشاعر رميح خمشي وقصيدة للشاعر زيد بن رغاية الدهمشي العنزي. يقول الشاعر زيد بن رغاية الدهمشي العنزي بالشيخ عقيل بن مجلاد: سلمت يا مبطل أصوات النواقيس، يا مبدل صوت الضلالة بالأذان، قبلك سلمية يسكنه كل قسيس، وانت السبب والله هداهم للإيمان. يا ريف ربعه بالسنين المناحيس، يا خو هوا يا ذخرنا يا براكان، عبوس في وجه الوجيه المعابيس، وانت البشوش اللي يلفظ بيت ضيفان. هزاع في كفك يصيد الملابيس، لا صار يوم فيه روغات الأذهان. وهزاع طبعا هذا اسم السيف الشيخ عقيل بن مجلاد. كذلك الشاعر رميح الخمشي في قصيدة طويلة يتغزل في محبوبته، وذكر الشيخ عقيل بن مجلاد، يقول من ضمنها: عقيل زبنا اللي تدانت هليبه، خلى النصارى دينهم دين سني، شواش لا صارت علينا عصيبه، زود على الهقوه وخمني وظني، تتليه ربع بالملاقى حريبه، كان الجمل حدد بقيده وثني.